بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نشرح كده حاجة بفكرة جديدة، يعني مش هنشتغل على البرنامج بس هنقول ايه طريقة عمل مثلا المشروع او طريقة عمل الشكل اللي قدامنا. يعني عندي مثلا صورة زي كده، هنقول يعني ممكن نشوف الشكل كويس وتمام، والعمل بتاعه مثلا على الريفت ولا اي برنامج تاني برضه بيبقى سهل. يعني يعتبر مثلا دي حيطة وأعملها بارتفاع معين، يعني كلها حوائط تعتبر، بس الفرق في إيه؟ إن أنا خليت الحوائط دي أعلى من الكتلة فبرزت عن الكتلة، تمام؟ طبعا مش هينفع الحيطة تبقى معدية معايا في إيه؟ في نص يعني مثلا حيطة زي دول، 1 2 3 4، أكيد مش معديين جوه في المبنى، أو ممكن برضه يبقوا معديين مش مشكلة. بس الفكرة لو أنا عايز الشكل الخارجي بس، ببدأ أفرغ، بعمل ست ورك بلين على الحيطة هنا مثلا، أبدأ أفرغ بالشكل بتاع المبنى ده.